أهلا وسهلا بكم بالويبينار الخاص بممثلي نقابة الصيادلة لهذا اليوم برعاية شركة أسينون السويسرية، مشكورين طبعا. راح يبلش ويانا إن شاء الله ممثل النقابة دكتور الصيدلاني علي غني المعمار، اللي استلم النقابة قبل سنتين ونص تقريبا. راح يشرح لكم بصورة عامة أهداف النقابة، أهداف الممثلية، واجباتها، المهام، وكذلك المعوقات اللي تخص عملها. تفضل دكتور علي. تحية طيبة زميلاتي وزملائي الأعزاء في محافظة كربلاء المقدسة، سنكون معكم على مدى ساعة كاملة إن شاء الله عبر برنامج زوم برعاية شركة أسينو السويسرية، لغرض تعريفكم عن هيكلية نقابة الصيادلة في كربلاء المقدسة للدورة النقابية الحالية 22 التي بدأت منذ منتصف شهر تموز عام 2018، تنتهي إن شاء الله منتصف شهر حزيران عام 2021. نشرح بها ما هي صلاحيات هذه المكونات وسماع آراءكم ومقترحاتكم، وما هي المعوقات التي تواجه ممثلية النقابة. شاكرين حسن استماعكم ومشاركتكم لهذه الندوة الحوارية. نبدأ أول شيء بهيكلية ممثلية النقابة. ممثلية النقابة مثل ما تعرفون تتألف من ممثل النقابة، وتتألف من الوحدة الإدارية، وحدة الحسابات ومعتمد النقابة. مدير الوحدة الإدارية مثل ما تعرفون الدكتور علاء عبد الحسن عباس، مساعد الوحدة الإدارية مهندس الاتصالات أسعد علوان حسين، محاسب الممثلية هاشم سعد عبد الرزاق، ومعتمد النقابة عباس حيدر جعفر. راح أبدي أول شيء أشرح لكم صلاحيات ممثل النقابة اللي هو رئيس مجلس الممثلية. مثل ما تعرفون ممثلية النقابة تتألف من رئيس مجلس الممثلية وأربعة أعضاء في مجلس الممثلية. نبدأ أول شيء بصلاحيات ممثل النقابة اللي هي تم اكتسابها من قبل سيد النقيب العام دكتور مصطفى الهيتي إلى ممثلي النقابات في المحافظات. تتمثل بنقطة رقم واحد تجديد هويات الانتماء وإجازات ممارسة المهنة، تحويل الصيدليات من فتح لدوام جزئي إلى فتح بدوام كامل أو بالعكس وفقاً للضوابط النقابية نيابة عن النقيب العام، إصدار كتب نقل الصيدليات وفقاً للضوابط النقابية نيابة عن النقيب العام، تغيير اسم الصيدلية وفقاً للشروط والتعليمات النقابية، تغيير مساحة الصيدلية وفقاً للشروط والتعليمات النقابية، يعني إذا صيدلية يتم توسعتها الصيدلي المفروض يراجع النقابة ويتم تغيير مساحة الصيدلية وفقاً للضوابط والشروط، أو بالعكس في حال تقليص المساحة بس يكون متقل عن 20 متر مربع لمساحة الصيدلية، إصدار كتب الموافقة الأولية على فتح ونقل الصيدليات والمداخر، تمثيل النقابة أمام الجهات القضائية والحكومية في المحافظة حصراً وحسب السياسة العامة للنقابة، تشكيل اللجان وفقاً لتعليمات وضوابط النقابة ومقرراتها على أن يتم إعلام النقابة باللجان المؤلفة، يعني أي لجنة تؤلف في المحافظة يتم إعلام النقابة في المقر العام. نجي على مجلس ممثلية النقابة. مجلس ممثلية النقابة يتألف من الصيدلاني علاء عبد الحسن عباس اللي هو رديف ممثل النقابة، الصيدلاني عادل أحمد بهاء الدين، الصيدلاني مؤيد صالح سالم، الصيدلاني ضرغام كاظم صالح، يعني أعضاء المجلس الأربعة زائدا
رئيس المجلس اللي هو ممثل النقابة، هم يشكلون مجلس الممثلية في النقابة في محافظة كربلاء. بخصوص صلاحيات مجلس الممثلية في كربلاء، احنا قبل شوية عددت النقاط صلاحيات ممثل النقابة، هسه صلاحيات مجلس الممثلية. رقم واحد، استقبال الشكاوي الواردة وتأليف اللجان التحقيقية حيالها والمنصوص عليها في المادة 19 من قانون نقابة الصيادلة رقم 112 لسنة 1966. ثانياً، موافقة على تعيين موظفين في ممثلية النقابة بدلاً من أولئك الذين يتركون العمل أو الذين تنهي الممثلية خدماتهم، وتحديد رواتب الموظفين المستحدثين على هيكلية الممثلية وحسب الموازنة المالية للمحافظة. ثلاثة، الإعلان عن الوظائف واستلام طلبات التعيين لموظفي الممثلية وحسب الهيكلية المقترحة من قبل مجلس الممثلية وفقاً للضوابط التي تحددها النقابة لإشغال هذه الوظائف. أربعة، انتداب المشاور القانوني في المحافظة، يعني ممثل قانوني، على أن يخول الممثل القانوني بوكالة أصولية من قبل السيد النقيب في نقابة الصيادلة المقر العام، ويكون ارتباط الممثل القانوني بالوحدة القانونية في النقابة المقر العام. احنا في شهر الثاني 2019 نزلنا إعلان بوسائل التواصل الاجتماعي حول احتياج الممثلية إلى المشاور القانوني، وتم التقديم ورفع سيفيات إلى الوحدة القانونية في بغداد، وتم اختيار شخص، لكن مثل ما تعرفون المقر العام بلغنا أنه راتب الممثل القانوني يكون على الممثلية، لذلك أجلنا الموضوع وبقينا أغلب المحافظ أغلب الممثليات اعتمادنا على الوحدة القانونية في نقابة الصيادلة في المقر العام. إن شاء الله إذا تم تعديل قانون نقابة الصيادلة وتحويل الممثليات إلى فروع، إن شاء الله النقابات القادمة في المحافظات تضيف المشاور القانوني في كل محافظة. استيفاء رسوم الانتماء وممارسة المهنة ورسوم المفروضة على المعاملات وإيداعها في حساب النقابة في المحافظات، وتخضع الرسوم للرقابة والتدقيق من قبل النقابة المقر العام وفقا لآلية يحددها المجلس في المقر العام. حاليا كل ممثلية لديها مجلس، عندها حساب في مصرف الرافدين تودع فيه الإيرادات كل سنة بعد تسليم رسوم صندوق التقاعد كاملة إلى المقر العام. يبقى رسوم صندوق النقابة حصة الممثلية هي 75% و 25% يتم تسليمها إلى المقر العام من قبل محاسب الممثلية إلى المقر العام، وتبقى كحساب في مصرف الرافدين من سنة لسنة يبدي يتجمع هو باسم النقابة. الصرف في المحافظة وفقاً لأبواب الصرف الأصولية في ميزانية النقابة المقررة، احنا بداية كل سنة تسلمنا المقر العام استمارات بخصوص الميزانية التخمينية لصرف السنة اللي تكون بدايتها بشهر الواحد إلى نهاية السنة، يعني سنة 2021 راح نعمل كمجلس ممثلية نشوف شنو المصاريف وشنو الرواتب شنو الإيجار نحتسب هذني ونسلمها للمقر العام، فيكون صرفنا حسب هذا الجدول ما يصير نتجاوزه. إعداد ميزانية تخمينية هي شرحتها سنوية، تناقش من قبل مجلس النقابة قبل إدراجها ويعتمد في إقرارها على عدد الصيادلة في المحافظة والأموال التي تجنى وفقا لذلك. النقطة الأخرى، الإحالة إلى لجان الانضباط وحسب منطقة لجنة انضباط عضو النقابة المحال بعد إجراء التحقيقات اللازمة وفقا لقانون النقابة المرقم 112 لسنة 1966 مع إعلام النقابة المقر العام عن كل إحالة. يعني من يكون عندنا إحالة صيدلي إلى لجنة الانضباط، مجلس الممثلية هو اللي من صلاحيته
أنه يحيل الصيدلي المخالف إلى لجنة انضباط المنطقة الوسطى. إحنا المحافظات الوسطى نحيل المنطقة الوسطى، المنطقة الشمالية عندهم لجنة انضباط المنطقة الشمالية، المنطقة الجنوبية عندهم لجنة انضباط المنطقة الجنوبية. إصدار التعليمات النقابية في المحافظة بما لا يتعارض مع القوانين النقابية أو التعليمات النقابية المركزية. يعني المجلس هو يصدر تعليمات تنظيمية داخل المحافظة، بس كود هذا مين يتعارض مع قوانين النقابة؟ هذا فيما يخص صلاحيات المجلس. إيقاف نشاط شركات الأدوية احترازياً لمدة 7 أيام كحد أعلى في حال مخالفتها لتعليمات وقوانين النقابة أو وجود مشكلة في منتجاتها تؤثر على الصحة العامة، على أن يصادق على المخالفة 6 مفتشين مخولين من نقابة الصيادلة بالإضافة لممثل النقابة. النقطة الأخرى هم قبل شوية اتطرقت لها، تستقطع 25% من الرسوم المستوفات من الصيادلة في المحافظة للنقابة المقر العام ما عدا الرسوم العائدة لصندوق التقاعد، فترسل كاملة وتتغير نسبة 25% لصالح المحافظات لاحقا. الغلق المباشر أثناء التفتيش في حالة عدم وجود صيدلي إلى حين حضور الصيدلي المسؤول صاحب الإجازة أو الصيدلي التواجد بالمعية بوجود مثل النقابة ومفتش آخر. غلق لمدة أسبوع كحد أعلى بعد إجراء التحقيق اللازم. يعني اليوم إذا أكو مؤسسة صيدلانية طلع لها تفتيش النقابة وكانت عندها مخالفات وبشكل متكرر، رئيس لجنة التفتيش يرفع الاستمارة التفتيشية ويذكر التوصيات إلى مجلس الممثلية، يجتمع مجلس الممثلية بشكل أسبوعي وتناقش من ضمن الأمور في الجلسة هي شنو عندنا استمارات تفتيشية خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع قبله، ومن حق مجلس الممثلية يصدر غلق لمدة أسبوع كحد أعلى. يعني أعلى شيء صلاحيات المحافظات هي غلق لمدة أسبوع بعد إجراء طبعا التحقيق اللازم. إصدار تعليمات محددة بوضع عضو مجلس الممثلية وصلاحية إقالته إذا قام بمخالفة القانون أو السلوك المهني من قبل الهيئة العامة في المحافظة أو مجلس النقابة. يعني في حال أن نكون عضو مجلس الممثلية ذكرتهم قبل شوية الأربعة، إذا قام مخالفة القانون أو السلوك المهني فمن حق الهيئة العامة في المحافظة أن تقيله أو مجلس النقابة في بغداد أن يقيله. أهم النقاط التي عملت عليها ممثلية النقابة للدورة 22 الحالية هي إقرار الموازنة الخاصة بالممثلية، حل النزاعات المالية والخصومات، تشكيل اللجان المساندة لعمل النقابة، القيام بمشاركة فرق التفتيش على المؤسسات الصيدلانية، يعني تفتيش دائرة صحة كربلاء قسم التفتيش. احنا عندنا عضو في كل زيارة، عضو من النقابة تفتيشي في كل زيارة يقومون بها، العمل على حصول تسهيلات لشراء دور سكن في مجمع درة كربلاء بالأقصاد. هذا الموضوع اشتغلنا عليه العام، الحمد لله تم تسهيل شراء دور السكن لما يقارب 35 إلى 40 صيدلي بالبيع بالأقصاد. العمل على تخصيص قطعة أرض سكنية من قبل الحكومة المحلية في عام 2019، هذا الموضوع تم إقناع الحكومة المحلية في حينها، لكن هذا الموضوع لم يفعل لحد هذه اللحظة، رغم أنه احنا عندنا موافقة من مجلس المحافظة في شهر السابع 2019، وهذا الموضوع بدنا نتحرك عليه إن شاء الله بعد إقناع بالإجماع من قبل نقابتكم في كربلاء لأعضاء المجلس، وصدر بوقتها أمر إلى
مديرية البلدية بتخصيص قطع أراضي ل 1050 منتسب، لأن وقتها كان عددنا 1050. قدمنا الطلب وحصلت الموافقة من سيد المحافظ. هذا الموضوع يعني ما عايفيه إن شاء الله. تحويل الشكاوي الواردة إلى دائرة صحة كربلاء قسم التفتيش والشكاوي والخاصة بالصيدليات الأهلية إلى مثلية نقابة الصيادلة، طبعا دائرة صحة كربلاء قسم التفتيش المتمثلة بمدير قسم التفتيش دكتور سلمد علوان ومدير قسم المؤسسات الغير حكومية دكتور عبد الله، متعاونين جدا بخصوص الشكاوي والزيارات التفتيشية، أنه من تكون أكو شكوى على صيدلية مشكورين يحولوا هذه الشكاوي إلى النقابة. يعني مثل ما تعرفون من تكون أكو شكوى على صيدلية وبها فد خلل أو خطأ جسيم تحال إلى الوزارة على الأخطاء الطبية، وهذه يعني تكون إجراءاتها جدا مشددة، بينما من تحول هذه الشكاوى إلى الممثلية فإجراءاتها جدا مخففة وأغلب الحالات تم حلها والحمد لله. الدفاع عن جميع صيادلة المحافظة بكل الوسائل من قبل ممثل النقابة ومدير قسم التفتيش والشكاوي أمام الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية كافة. هذا الموضوع كان لنا شوط كبير، أنه إحنا مؤمنين بموضوع أنه مهما حصل من مخالفة لدى صيدلي صاحب صيدلية أو صيدلي صاحب مذكر أو صيدلي صاحب مكتب، هذه مخالفات احنا نقول مخالفات مهنية، صعب انه يتم تحويلها الى المحاكم ويكون الصيدلي يقف امام القاضي وهو غير متقصد. احنا كنا ما عندنا اليوم، احنا ما عندنا في الصيدلي في يوم من الايام هو متقصد ان يبيع دواء منتهي المفعول الى مريض، هذا يحصل سهو، ماكو واحد ما يحصل عنده سهو، بس انه يكون متقصد الى ان توصل الى جنحه او جنايه، هذا احنا مؤمنين به. لذلك كان دفاعنا جدا مستميت عن جميع صيادله المحافظه امام الاجهزه الامنيه. يبقى الاخطاء اللي يصير المخالفات احنا عندنا لجنه انضباط المنطقه الوسطى نقدر احنا نحيله ويعاقب حسب قانون مزاوله المهنه. يعني الموضوع ما يوصل إلى جناية أو جمحة، أقصد به أهم النقاط همنا العمل في تسهيل إجراءات إدخال الأدوية للمحافظة والتنسيق مع الجهات الأمنية، حصول تسهيل للصيادلة الذين يملكون صيدليات في المدينة القديمة على كتاب تسهيل مهمة، هذا من السنة اللي فاتت. حالياً همنا إحنا أي صيدلية يريد كتاب تسهيل مهمة وعنده صيدلية داخل مركز المدينة احنا نساعده بهذا الموضوع. أغلب الصيادلة احنا جهزناهم السنة اللي فاتت بكتاب تسهيل مهمة من قبل السيد المحافظ ومن قبل السيد رئيس مجلس المحافظة، يعني اللي انحلت في عام 2019. أي صيدلي يدخل داخل مركز المدينة احنا نسهل له هذه الأمور. العمل بالمدونة الأخلاقية والزام المكاتب بتعيين مندوبين إعلام دوائي من الصيادلة، هذا همين كان لنا شوط كبير من خلال لجنة الإعلام الدوائي بالفرض على جميع المكاتب العلمية بتعيين الصيادلة. صح أكو حاليا الكثير من المكاتب أو الشركات المخالفة، بس هذا الموضوع يحتاج إلى تعاون أصحاب الصيدليات بالإبلاغ عن هذه الشركات. العمل على تنظيم السلف المالية للصيادلة، تعرفون احنا مسوين سلف بدون فوائد بيناتنا، احنا مرتبين لهم تسهل أمورهم، هذا اللي يريد يشتري أثاث الصيدلية، هذا يريد يشتري أثاث البيت، هذا يريد يتزوج، هذا يريد يشتري سيارة. فهذا الموضوع همينا احنا مستعدين همينا اللي محتاج او في طاقة انه نرتب لهذا الموضوع.
التنسيق مع دائرة صحة كربلاء قسم التفتيش والشكاوي في تقويم وضع المكاتب العلمية والمذاكر الدوائية والصيدليات الأهلية. هذه الدورة الحالية من مثلية النقابة في كربلاء ودائرة صحة كربلاء قسم التفتيش، أكو تعاون جدا كبير وواضح. الأخوة في قسم التفتيش جدا متعاونين مع النقابة. التنسيق مع الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية لتسهيل حركة الصيادلة وبقاء المؤسسات الصيدلانية فعالة خلال فترة جائحة كورونا وحظر التجوال. مثل ما تعرفون أول حظر تجوال كان في شهر الثالث، كانت أكو فكرة من الحكومة المحلية أنه تكون الصيدليات حالها حال بقية المحال والأسواق، وبعد الاتصال من قبلنا بالسيد المحافظ وشرح أهمية المؤسسات الصيدلانية من صيدليات ومذاكر ومكاتب وكيف هي متحملة على عاتقها منذ 2003 ولحد الآن في توفير الأدوية ومساعدة المؤسسات الحكومية. مثل ما تعرفون توفير الأدوية في المؤسسات الحكومية ترى ما يتجاوز 30%، وأخذت هذه المؤسسات اللاحكومية يعني نقول المؤسسات الصيدلانية على عاتقها في توفير الأدوية في القطاع الخاص. والحمد لله خلال هذه الفترة رغم جائحة كورونا قدرنا نبقى الصيدليات والبداخر والمكاتب مفتوحة ولم تغلق كما حصل في العيادات الطبية. أبرز المعوقات لعمل مثلية النقابة، تعرفون إحنا عايشين بوضع تصير الكثير من المعوقات، يعني إحنا الطريق قدامنا مو معبد وسهل على مود إحنا كل شيء نقول نريد نسويه هو يصير، فصير هواي معوقات. أبرز هذه المعوقات العمل النقابة هو تقويمي للصيادلة والصيدليات، لكن الكثير يرى أن المجلس مجلس الممثلية والنقابة ليس لهم دور بارز. النقطة الثانية زيادة عدد الصيادلة الخريجين والمقبولين في الكليات وما يترتب عليها من أعباء إضافية على ممثلية النقابة. صراحة إحنا من جينا استلمنا هذه الدورة 22 في منتصف شهر السابع 2018 كان عددنا 873، حاليا مع أعداد الصيادلة المتكرجين لعام 2020 عددنا راح يوصل ما بين 1700 إلى 1800 أو 1850، وهذا رقم جدا كبير مو سهل، يعني تقريبا ضعف العدد قبل سنتين. أكيد مشاكل تكون كثيرة، أكيد معوقات تكون كثيرة، ومثل ما شفتوا تعيين عام خريجي عام 2018-2019 تأخر، وأكيد 2020 همينة راح يتأخر. الفرص العمل في القطاع الخاص بدأت تصير صعبة، خصوصا محافظة بها عدد من الصيدليات ترى ما يتجاوز 660 إلى 665 صيدلية كل أقضية ونواحي محافظة كربلاء. ضمن المعوقات عدم اكتمال مشروع التسعيرة، تشوفون عدد الأدوية المسعرة هي ترى ما يتجاوز 15، يعني من 10 إلى 15%، وحتى هذه التسعيرة في بعض الأحيان تكون ركيكة، تكون يعني كثير من تردنا كثير من الشكاوي، يعني أحد الأدوية مثلا مسعر من المذخر بسعر معين وسعر البيع في الصيدليات أقل أو نفس السعر الشراء. فمشروع التسعيرة يعني اللي هو من عاتق الوزارة هو يحتاج لأنه يكتمل على ما تكون الأمور واضحة. التنافس والتسابق بفتح الصيدليات بدون دراسة مستفيضة، احنا حاليا يوميا عدد فتح الصيدليات ما يقارب 4 إلى 5 صيدليات يوميا، تخيلوا انتم يوميا تنفتح 4 إلى 5 صيدليات في محافظة صغيرة بها أقضية جدا قليلة. يعني احنا كنا نأمل انه
نقابة الصيادلة في المقر العام أنه تخلي في الدراسة أو تخلي في حد لهذا الموضوع. وجود أحد المعوقات هو وجود أشخاص لا يسمح لهم قانون مزاولة مهنة الصيدلة بالعمل في الصيدليات. إحنا لازم نكون صريحين، كثير من الصيدليات كانت فيها أشخاص من خارج السلك الطبي والصحي، وهذا نحن نعطيه الضوء الأخضر إلى اللجان التفتيشية في حال زيارة الصيدليات في أوقات مختلفة وأوقات متأخرة بالليل. أي صيدلية يكون ما بها صيدلي ويتواجد بها شخص لا يسمح له القانون، قانون مزاولة المهنة، بصرف العلاج، انتقلك بغلق فوري. وجود كذلك مهن من غير الصيادلة في مجال الإعلام الدوائي، هذا همنا اللي احنا ما نقبل به، مع اعتزازي واحترامي وتقديري للأطباء وأطباء الأسنان والمهن الصحية والمهندسين الأجهزة الطبية. احنا صراحة ما نقبل، لأنه حاليا يجوز قبل 10 سنين كان ممكن انه اعدادنا قليله ما يغطي، بس حاليا احنا صيادلتنا عندنا صيادله شباب كثيرين، يعني تعيين ماكو، شغل بالقطاع الخاص ماكو. احنا ما نقبل حاليا، ما نقبل اي مندوب غير صيدلاني. الشركه ده نوقف عملها لمده اسبوع، ونوقف التسديد، ونوقف الترويج. هذا الموضوع حمينا احنا منطيه اهميه كبرى. شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم. شكرا جزيلا دكتور علي غني، صراحة جهود مميزة ومتابعة حثيثة لتسهيل وتيسير الأمور لزملاء الصيادلة داخل ممثلية النقابة. الآن ويا حضراتكم دكتور مصطفى قصي، ماجستير صيدلة من شركة أسينو، تيم ليدر على محافظة البصرة. سند ومساعدة من زملائنا لتغطية كل المهام النقابية اللي تخص اللجان. لذلك يعني صار من الواجب تشكيل لجان نقابية، كل لجنة متخصصة بموضوع معين وبها أعضاء معينة. هاي اللجان مهامها هو إسناد مجلس النقابة وإسناد النقيب. بما يخص اللجان، احنا بالنقابة عندنا اللجنة الاجتماعية والإنسانية، وعندنا لجنة الإعلام الدوائي، عندنا لجنة الكشف واللياقة، عندنا لجنة التفتيش، لجنة الغلق، عندنا لجنة تصنيف الصيدليات لغرض التحاسب الضريبي، عندنا اللجنة العلمية، وكذلك عندنا لجنة العلاقات الخارجية ولجنة حل النزاعات. طبعا لجنة التفتيش تتألف لجنة التفتيش من 3 رؤساء للجنة، هم الدكتور علاء حسين ياس، والدكتور أمير رعد، والدكتور ميثم عدنان، والباقي موجودين وياهم بكل لجنة أكو أعضاء خاصين بالتفتيش، مذكورة أسمائهم أمامكم. أهداف اللجنة تقوم تقويم العمل ومحاربة الدخلاء. يعني إحنا بالبداية أنه لجنة التفتيش هي هدفها هدف تقويمي. يعني تقويمي شنو؟ يعني أنا أشوف الأخطاء أو الأخطاء الغير مقصودة، ننصحهم بتعديلها مرة ثانية، نعطيهم تشانس زيارة ثانية، نشوف إذا صححت صححت، ما صححت هاي راح نحيل الصيدلية أو الصيداني إلى مجلس النقابة لاتخاذ قرار بخصوص هذه المخالفة. تقويم العمل ومحاربة الدخلاء ومتابعة الأدوية المغشوشة والممنوعة والصادرة بحقها كتب رسمية وبيان مدى خطورة بيعها سواء على المراجعين أو على الصيادلة. على الصيادلة طبعا تعرفون يعني هم يعرفون بها، يعني هاي أدوية ممنوعة ومغشوشة. على الصيادلة يعني شلون التبعات القانونية اللي يصير عليها من ناحية الجهات الأمنية إلى آخره. الغلق الفوري للصيدليات اللي يتواجد بها دخيل لوحده،
طبعا هاي من صلاحية لجنة التفتيش انه تغلق غلق فوري وتستدعي صاحب الإجازة والمسؤولية للنقابة إلى مجلس النقابة وكذلك إلى مجلس ممثلية النقابة للتوضيح أو لإعطاء فرصة أخرى أو للإصدار عقوبة غلق بحقه يعني تتراوح من يوم إلى أسبوع. متابعة نظافة ولياقة الصيدلية ولياقة المتواجدين، طبعا هاي احنا عادة نطب للصيدلية نعطي النقاط الإيجابية والسلبية، من ضمنها النقاط النظافة. النظافة نعطي تشانس مرة ثانية ننبههم انه اذا اكو فد خلل معين او شيء نعطي تشانس انه زيارة ثانية، إذا تكررت الموضوع ايضا تحال الى مجلس الممثلين. التأكيد على التواجد الكادر الصحي وكما موضح في قانون مزاولة المهنة، يعني احنا ما نسمح بتواجد كوادر اخرى داخل الصيدلية. التأكيد على توفير وتفعيل سجل المؤثرات العقلية وبيان الطريقة الصحيحة لاستخدامه. دائما اول ما تنفتح الصيدلية نرفق وياها سجل مؤثرات عقلية مع كتاب الفتح ونوضح كيفية استخدام هذا السجل. النقطة الثانية التأكيد على إصدار كتاب التواجد بالمعية للصيدلي بمعية الصيدلي صاحب الإجازة والمسؤولية. يعني شلون دا يصير هنا؟ إنه أني دورات إحنا أثناء التفتيش نطلع نشوف مثلاً صيدلي على ساعة قال أنا هنا متواجد، زين عندك كتاب؟ ما عندي كتاب رسمي. إذا ما عندك كتاب رسمي إنه احتمال مندوب دا يفتر وصار قريب على هاي الصيدلية واستدعوه وقال له تعال وقف هنا هاي الصيدلية. كذلك كتاب التواجد يحمي الصيدلي صاحب الإجازة والمسؤولية، يحمي الصيدلي صاحب الإجازة والمسؤولية أنه هذا يضمن أنه 100% صيدلي هذا، لأن إحنا صارت عندنا أكثر من يعني أكثر من مرة لقينا أشخاص ادعوا أنهم صيادلة وبعدين موهمين أصحاب الإجازة والمسؤولية أنهم صيادلة، زين، وبالتالي وجود هيك كتاب يحمي الصيدلي صاحب الإجازة والمسؤولية من المساءلات القانونية. النقطة الأخرى متابعة وبيان صحة الشكاوى المقدمة من قبل بعض الصيادلة أو المراجعين على بعض الصيدليات بتكليف من سيد ممثل النقابة قبل البدء بالموضوع. يعني احنا دائما الشكاوى اللي توصلنا احيانا تجي من صيادلة، مثل ما صار بموضوع انه اكو صيدليات تفتح الصبح، هي بار تايم تفتح الصبح، كذلك أكو من المراجعين يشتكون على بعض الصيدليات من سوء فهم صاير بيناتهم أو فد مشكلة معينة. إحنا رأساً أبو رواني يوجهنا، الدكتور علي يوجهنا على أنه نروح نتأكد من الموضوع ونتخذ الإجراء المناسب لهذه الشكوى. يقوم النقطة الأخرى أنه يقوم رؤساء هذه اللجان بمتابعة فتح ونقل الصيدليات تأكيد من عادياتها للصيادلة وإدارتها قبل إجراء عمليات الكشف. طبعاً جهد كبير على دكتور ميثم عدنان وعلى دكتور أمير رعد وعلى دكتور علاء حسين ياس بهذا الموضوع. يعني إحنا الصيدليات عادة يعني يجينا صيدلي يقعد قدامنا أنه صيدلية إله، فاحنا انه شلون تعرف هل هاي الصيدلية عائدة للصيدلي او عائدة لشخص معين؟ فهاي هذا جهد كلش كبير على عاتق رؤساء اللجان باتخاذ القرار انه تفتح الصيدلية او لا. من اهم المعوقات اللي تواجهها هذه اللجنة الاصرار على، يعني للاسف انه بعض زملائنا انه يصرون على بيع الأدوية الممنوعة، زين، كذلك الإصرار على البيع بسعر الكلفة، وهذا يسبب لنا كثير من المشاكل. المشاكل تصير بين المراجع والصيدلية، كذلك بين الصيدليات أنفسهم. كذلك عندنا النقطة الثانية الأخرى أنه الإصرار على تواجد الأقرباء الذين ليس لهم علاقة بالمهنة وقيامهم بصرف العلاج. أحيانا يتواجد أشخاص من قبل أخ أو زوج أو زين من هاي المسميات موجودين لغرض الحفاظ على نقول
فلوس صيدلية من أجل الأمانة، من أجل متابعة العمل، لكن للأسف نشوف تدخلهم بصرف الدواء للمراجعين. وجود النقطة الأخرى أنه وجود صيدليات منقولة من مكان إلى آخر دون استحقاق موافقات أصولية في سنوات سابقة. للأسف هاي اللي لقيناها أكثر من صيدلية أنه منقولة من مكان ثاني. هاي طبعاً شلون نكتشفها؟ عن طريق مطابقة كتاب الفتح مع المنطقة اللي موجودة بها الصيدلية. زين، وبهيك حالة يعني كانت كلش معوق كبير أمام لجنة التفتيش. كذلك من المعوقات اللي تواجهها لجنة التفتيش بيع الصيدليات مؤجرة الامتياز بين الصيادلة دون علم صاحب الإجازة والمسؤولية، وبعدين يجي صاحب الإجازة والمسؤولية بايعها من صيادلة من جماعة جماعة وما يدري صاحب الإجازة والمسؤولية، ويجي ويقول أنا ما أدري أنه أنا مأجرها لفلان، شلون صارت قد فلان. فهاي للأسف هم ظاهرة غير يعني شو نقول عليها، غير حضارية أو غير لائقة بزملائنا. عمليات الشراكة والتستر على الدخلاء من قبل البعض عن طريق المشاركة في مشاريع فتح الصيدليات، وبالتالي لا يتم فتحها رغم الضغوطات التي تمارس من قبل جهات متعددة. طبعا هنا يجون أشكال من الناس يريدون فتحون صيدليات وجهات معينة تتدخل بالموضوع، لكن الحمد لله وشكر احنا باقين صامدين على موقفنا، والصيدلية اللي نشوف بيها ليك احنا ما نقبل فتحها. كذلك عندنا عدم إدارة الصيدلية من قبل صاحب الإجازة والمسؤولية لبعض الصيدليات. طبعا هذا الموضوع جدا مهم، وإذا تفعل أنه صاحب الإجازة والمسؤولية هو اللي يدير صيدليته راح يخلصنا من كثير من المشاكل. كذلك من المعوقات امتلاك بعض الصيادلة لثلاث أو أربع صيدليات مما يصعب إدارتها. يعني صعبة أنه إذا ما عنده أكثر من جهة، وأكيد راح يكون مشعب وما متفرغ لصيدليات أخرى مما يسبب الإهمال ويسبب الأخطاء والمشاكل اللي تواجهها. عندنا اللجنة الأخرى هي لجنة الكشف واللياقة. طبعا أعضاء اللجنة هي تتألف من رئيس اللجنة اللي هو الدكتور مهند نوري طعمة، والدكتور رياض نصر الله، والدكتور ياسر فاضل، والدكتور مصطفى كريم الغانمي، وكذلك الدكتور عقيل مهدي. مهام هذه اللجنة أنه المهام مالتها الكشف عن محال الصيدانية لفتح أو نقل أو غلق المحال الصيدانية، الصيدليات، مداخر، مكاتب علمية في المحافظة، طبقا لشروط معينة عندهم في الشروط، في الليست من الشروط يأشروها ويشوفوها إذا كانت يعني مستوفية لهذه الشروط طبعا ينفتح هذا المحل الصيدلاني، وتعليمات نقابة الصيادلة، وبعد إجراء المعاينة الموقع المراد فتح المؤسسة الصيدلانية فيه. المعوقات اللي تواجه هاي اللجنة زيادة عدد المعاملات فتح الصيدليات الجديدة. يعني هاي الفترة كلش نشوف إقبال واسع على فتح الصيدليات، وهذا ما يسبب إرباك العمل اللجنة وضغوطات على عملهم. كذلك تغيير التعليمات النقابية في فتح الصيدليات خاصة يؤدي إلى تغيير في ضوابط فتح الصيدلية القديمة عن الجديدة، ما يؤدي إلى سوء فهم من بعض من الزملاء الصيادلة. يعني إحنا قبل كان بالزمن القديم إنه ماكو مسافة، بعدين رجعت المسافة إنه لازم 25 متر. فهاي المسافة وجودها وعدم وجودها راح يسبب إرباك أو سوء فهم للصيادلة مع اللجنة، عن طريق إنه المحاججتهم ويقول له ليش فلان فاتح هيجي مو فلان هيجي، ليش أنا ما تفتحوا لي هاي الصيدلية. فهاي واحدة من المعوقات. كذلك تداخل معاملات فتح ونقل المعاملات في بعض الأحيان تصل إلى 6 صيدليات، يعني أنه صيدلية مرتبطة بصيدلية، أنه هاي الصيدلية لا راح تنقل لمكان صيدلية فلانية، وصيدلية فلانية راح تنقل لمكان صيدلية فلانية، وبالتالي راح يكون عندنا سلسلة من المعاملات تصل إلى 6 صيدليات واحدة مرتبطة بالثانية. فأي خلل معاملة راح يوقف سلسلة الصيدليات. كذلك غلق أو نقل بعض الصيدليات بعد شهر أو شهرين من إكمال معاملة الفتح، وهو عبء إضافي
على اللجنة. يعني هو يجي صيدلي قبل فترة قصيرة هو فتح الصيدلي، يجي لها والله ما استفادت معتها أو صارت لي مشكلة أو في شيء، وبالتالي هم يسبب عبء على اللجنة. أن اللجنة الأخرى هي لجنة العلاقات الخارجية. لجنة العلاقات الخارجية متمثلة برئيسها اللي هو الدكتور سرمد علوان والدكتور عيسى حمد والدكتور جودة كاظم والدكتور جابر خضير والدكتور حسن وفاق. لجنة العلاقات الخارجية طبعا هي لجنة، يعني زملائنا مشكورين على الجهود اللي بذلوه خلال تواصلهم مع الجهات الخارجية من خلال فتح قنوات مباشرة ومهمة بين الجهات الرقابية والأمنية والحكومية وغيرها، تحقيق مكاسب لمهنة الصيدة وتسهيل عمل القطاع الدوائي، تحقيق مكاسب لمهنة الصيدلة وتسهيل عمل القطاع الدوائي، تسهيل توفير الأدوية المستلزمات الطبية في السوق الدوائي المحلي، صد التحديات الخارجية التي تحيط بالمهنة من شكاوى ضد الزملاء حقيقية منها وكيدية، والتعامل بحرفية مع الجهات الحكومية والأمنية. كذلك من إنجازات هذه اللجنة عدد من اللقاءات المثمرة مع السيد محافظ كربلاء المقدسة الأستاذ نصيف الخطابي، عدد من اللقاءات مع كادر مديرية محافظة مكافحة الجريمة المنظمة، عدد من اللقاءات مع كادر مديرية الأمن الوطني ومديرية المخابرات ومديرية الجريمة المنظمة، لقاءات مستمرة مع قسم التفتيش والشكاوى، عدد من اللقاءات مع كوادر متقدمة مع قيادة شرطة كربلاء من قيادة شرطة كربلاء المقدسة، لقاء مع مديرية شؤون المواطنين، لقاءات مع ممثلي النقابات المهنية، نقابة الأطباء ونقابة الأسنان، التواصل المستمر وكذلك التواصل المستمر مع العتبات المقدسة. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا دكتور علاء. الآن مع الدكتور الصيدلاني مهدي صالح علوان رئيس لجنة الإعلام الدوائي. السلام عليكم، أنا صيدلاني مهدي صالح محسن رئيس لجنة الإعلام الدوائي. طبعا مثل ما تعرفون لجنة الإعلام الدوائي واحدة من المهام الرئيسية مالتها اللي هي توفير فرص عمل للصيادلة وتنسيق العمل بين النقابة وبين الشركات المتضمنة من خلال المكاتب. أول ما راح أتكلم على هيكلية اللجنة اللي هي متكونة من دكتور من الصيدلانية زينب عكاش والصيدلانية كوثر أموري والصيدلاني أحمد الحكيم والصيدلاني مصطفى الكاتب والصيدلاني مصطفى زيني، بالإضافة لصيادلة من الصيادلة من الخريجين الجدد إن شاء الله راح ينضمون لنا خلال الأسابيع الجاية. بشكل عام اللجنة الأهداف مال اللجنة هي حصر مهنة الإعلام الدوائي للصيادلة، بالتالي خلق فرص عمل أكثر للخريجين الجدد. مثل ما تعرفون حضراتكم إحنا الصيادلة يعني في ازدياد مطرد يوم عن يوم دا يزداد الاعداد، هماتين فرص العمل دا تقل خصوصا من ناحيه التواجد بالصيدليات. فالاعلام الدوائي راح يوفر لنا وسيله ثانيه اللي نقدر بها نخلق فرص عمل للخريجين الجدد، بالاضافه الى تنظيم عمل المكاتب العلميه من خلال اصدار باجات تعريفيه للعاملين بالمكاتب. كل مكتب نطلب من عنده هيكليه خاصه بي يحدد لنا منه المندوب العلمي والمندوب التجاري والوظائف طبعا مال كل واحد من عندهم. المندوب العلمي مثل ما حضراتكم تعرفون هو الشغل ما تركيز يعني تحديدا راح يشتغل على 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 الكادر يعني على الاطباء، والمندوب التجاري هو شغل اكثر شيء على تنظيم علاقات المكتب ويا المداهر والاستحصال هماديا. استقبال الشكاوي مندوبي الاعلام على المكاتب العلميه خصوصا عاملين بهم من يعني في حاله وجود غب من الحقوق من ناحيه الرواتب او مثلا اخذ مستحقات عدم يعني اخذ الصيدلاني للمستحقات مالته، بهاي الحاله راح يكون شكل لجنه مكونه مثل الصيادله. هاي اللجنه وظيفتها التحقق من ادعاء يعني مقدم الشكوى، بعد ذلك يعني اتخذ بها الاجراء سواء المكتب
إذا كان المكتب هو يعني هو المخطئ بحق الصيدلاني راح يكون بإجراء إيقاف عمل لحد ما يأخذ الصيدلاني حقه، أو العكس مثلاً يكون الصيدلاني هو ما مؤدي عمله أو عليه أكثر من سلبية، فمتين راح يوقف عمل المندوب العلمي عن عمل مدة 3 أشهر. رفع مطالعة من قبل لجنة الإعلام الدوائي مثل النقابة لأي حالة سلبية لأي مكتب علمي أو شركة دوائية، وبهاي الحالة من صلاحيات الممثلين مع النقابة كربلاء إيقاف العمل احترازيا لمدة 1 أسبوع قابل للتجديد. إذا المكتب عاد عن هذه الحالة السلبية يترفع عن البلوك. طبعا البلوك هو يشمل إيقاف الإعلان الدوائي، إيقاف التسديد من قبل المداخل، وهذا قابل للتجديد، كل أسبوع ممكن يتجدد. تعاون لجنة الإعلام الدوائي مع الشركات الدوائية بإقامة نشاطات كالمؤتمرات والندوات. هنا يكون دور اللجنة تنسيق بين الشركة وبين الصيادلة على مود يكون الحضور أكثر من قبل الصيادلة، يعني المؤتمرات تكون معظم المؤتمرات العلمية تكون أكثر شيء للأطباء، فهذه همتين هواي من الشركات همتين يوم عن يوم همتين دعاد تستهدف شريحة الصيادلة باعتبارهم الشريحة المتخصصة بالأدوية، يعني وظيفتهم الأساسية هم الدواء. طبعا جهة الإعلام الدوائي هي محكومة بعاملين قانونيين نقدر نقول، هي مدونة إخلاقية صادرة من وزارة الصحة، والشغلة الثانية هي القوانين اللي صادرة من النقابة المقر العام. إحنا دعنا نحاول بهذه اللجنة وبشكل رئيسي هي خلق فرص أكثر للصيادلة، فنتمنى من الصيادلة يكون واحد من الشغلات اللي أساسية من عندهم، خصوصا الصيادلة الذكور، نتمنى يكون واحد من أهدافهم اللي هي السعي وراء الإعلام الدوائي من ناحية، يعني العمل بالإعلام الدوائي من ناحية أول شيء كمكسب مادي، الراتب أعلى من هسه حاليا أعلى من راتب التواجد، إذا نقارنها مثلا كبنفيت فاينانشال بنفيت الأفضل هسه الإعلام الدوائي ممكن الراتب يعني تقريبا أقل راتب دا يوصل 800 دولار، يعني ممكن التواجد ممكن يوصل حتى 500 أو 600 ألف، فإحنا دا نسعى يكون أكثر يكون اطلاعا، يعني نزود الفرص للصيادلة بأن يتجهون نحو الإعلام الدوائي، ونحاول ننظم هاي المهنة على مود يكون للصيادلة صيادلة لهم الشأن الأكبر بهذه المهنة، لأن يعني شغلة الإعلام الدوائي هي للصيادلة، وإحنا الخبراء الأساسي يعني الخبراء الرئيسيين بالأدوية، فهذه الفرصة لازم تكون فقط للصيادلة. شكرا جزيلا لشركة أسيونا أتاحت لنا هاي الفرصة، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور مهدي. الآن مع اللجنة الاجتماعية والإنسانية اللي برئاسة دكتور تمام نبيه كريم الهاشمي، وأعضاء دكتور أبينوس البير، دكتور يحيى، دكتور محمد جواد، دكتور مصطفى بجيد، وعدد من الزملاء الصيادلة. أحد أهم أهدافها وإنجازاتها صراحة خلال الفترة الماضية دعم المؤسسات الصحية خلال جائحة كورونا، وبدعم الصيادلة لأصحاب المكاتب العلمية والمداخل الدوائية والصيدليات، والصيادلة الذين لا يمتلكون صيدليات بأغلب الأدوية والفيتامينات والكمامات والكفوف ولمدة 1 أشهر التبرعات الخاصة بعلاج هذا الوباء، وكذلك الدعم لكثير من المؤسسات الحكومية من دوريات ومفارز الشرطة والأجهزة الأمنية ولمدة 1 أشهر بالكمامات والكفوف والمعقمات، كذلك التعاون مع مجموعة كربلاء العالمية للتجارة وفريق الملجأ للمساعدات الإنسانية بترميم 4 منازل للعوائل المتعففة وتوفير مصدر رزق ثابت لهم يكفيهم لسد احتياجاتهم المستقبلية، التعاون مع فريق الملجأ للمساعدات الإنسانية لتوفير الأدوية المزمنة لدار المسنين تكفيهم لمدة 6 أشهر مع توفير احتياجاتهم الشخصية وكذلك المواد الغذائية. أه
كذلك توفير التبرعات اللازمة لدعم مركز الأورام السرطانية في كربلاء المقدسة بمبالغ تصل إلى 10 مليون دينار شهرياً ولمدة سنة كاملة تقريباً، توفير الأدوية والتحاليل اللازمة لعدد كبير من المرضى المتعففين وبالتنسيق مع اللجنة الإنسانية اللي رئيسها صراحة دكتور قرار البهادي زميلنا الصيدلاني في دائرة صحة كربلاء المقدسة وعلى مدى 3 سنوات تقريباً، توزيع السلات الغذائية على العوائل المتعففة خلال جائحة كورونا وبواقع 1100 سلة غذائية. وكلكم صراحة شفتوا ملحمة التكاتف من الزملاء الصيادلة في فترة إعداد السلات الغذائية، وطبعا كان توزيعها بمختلف مناطق المحافظة لمساعدتهم على الاستمرار بالحظر المنزلي. التعاون مع شعبة الصيدلة برئاسة الدكتور الصيدلاني حسنين فيصل في مدينة الإمام الحسين الطبية في توزيع السلات الغذائية على عاملي الخدمة المتعففين خلال شهر رمضان المبارك. الآن صراحة نكمل اللجان البقية مع الدكتور الصيدلاني ليث زيني يوضح لكم الأهداف والمعوقات في باقي اللجان في ممثلية نقابة الصيادلة في كربلاء المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، يشرفني أن ألتقي بكم زملائي الصيادلة في هذه الجلسة المسائية توضيح اشتراكي في اللجان الساندة لعمل ممثلية النقابة في كربلاء المقدسة. تكلفت بمهام 3 لجان في النقابة، عضوية 3 لجان، أحداها هي لجنة حل النزاعات المالية اللي تشكلت بموجب أمر المقر العام. كان الفكرة من عندها هو حل النزاعات المالية وإيجاد الحلول المناسبة لها بسبب مثلا النزاعات والخصومات المالية اللي تصير في أحد الصيدليات أو المذاخر، مثلا بسبب مثلا موضوع مشكلة عن الأثاث أو مشكلة عن مكان الصيدلية، التسديدات، الديون، مش جي أمور كان اختصاصها. المهام والواجبات مالتها وإيجاد الحلول المناسبة اللي تليق بحل هذه المشاكل بدون أن تتطور هذه النزاعات المالية بين الزملاء. ترفع توصيات اللجنة لحل النزاعات المالية الفرعية بالمحافظة إلى مجلس الممثلية لاتخاذ أي قرار ملزم من قبلهم وحسب الصلاحيات الممنوحة لهم بحق الصيدليات أو المكاتب أو المذاخر في المحافظة. اللجنة الثانية اللي كانت عضوية لي بها هي لجنة تصنيف الصيدليات لغرض التحاسب الضريبي، أيضا تشكلت بموجب أمر نقابي في هذه الدورة. إجا الأمر التشكيل وفق ضوابط نقابية لتحديد التوصيف الوظيفي للصيدليات أو بناء على التوصيف المكاني إلها، لأنه كان سابقا كانت تعتمد على المخمن الضريبي، يعني تصنف الصيدليات وفق التخمين الضريبي من المحاسب أو المخمن الضريبي. الآن لا، أعدت ضوابط مهنية بالنقابة العامة وتعممت على المحافظات. تقسمت الصيدليات إلى فئات 5 حسب البعد المكاني، حسب موقعها الجغرافي، مثلاً وجود صيدليات أهلية، مجمعات طبية، شوارع فرعية، يعني الموقع الرئيسي آلية عملها، هاي كلها تصنف الصيدليات. إحنا نحدد فئة الصيدلية المشمولة حسب الضابطة ونرفعها إلى العفو للهيئة الضريبة، يقوم الصيدلي بعدها بالتحاسب الضريبي وفق هذه التصنيفات المعدة من قبل اللجنة. لجنة أخرى كان اشتراكنا بها هي اللجنة العلمية المشكلة، اللي أول ما تشكلت كانت برئاسة الصيدلاني الزميل زيد مهدي العبيدي، قام بدورة مميزة، كان الرجل قام بإعداد وتقديم عدة محاضرات وورشات في على قاعة مستشفى الحسيني. استمر عملها لحين ما الظرف القاهر اللي مر به البلد من جائحة كورونا تحدد بعدها موضوع التجمعات والأمور، يعني تأجل حاليا بعض أعمال هذه اللجنة لحين ما الأمور إن شاء الله تتحسن وإن شاء الله الصحة والعافية للجميع.
شكرا جزيلا للجميع وبارك الله بكم. شكرا جزيلا دكتور ليد زيني، صراحة كانت هذه لمحة سريعة عن عمل ممثلة النقابة وإنجازاتها ومجلس الممثلية كذلك واللجان الساندة لها. شكرا لجهودهم المبذولة من أجل صيادلة كربلاء، طبعا باسم ممثل نقابة الصيادلة في محافظة كربلاء المقدسة دكتور الصيدلاني علي غني المعمار، وباسم صيادلة المحافظة نتقدم بالشكر الجزيل لشركة أسينو السويسرية لرعايتها لهذه الجلسة الافتراضية. شكرا جزيلا لإنصاتكم واستماعكم، نلتقي في أوقات لاحقة إن شاء الله. بالنسبة للأسئلة لازم تشوف ما حد يسأل شنو مصطفى خطية صعبك مو لازم أنا أزيدك يا مصطفى هذا شو اسمه اللي طمع تمام ما أدري